وهذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أختي نصرانية ودعوتها للإسلام. يقول: أختي نصرانية وقد دعوتها للإسلام، وأرى فيها ميلا إلى ذلك، وهي الآن تريد أن تتزوج ويعقد عليها في الكنيسة. سؤاله: هل لي أن أحضر وأدخل معهم في هذه الكنيسة وأبارك لها في هذا الزواج، مع العلم أنني أتألفها بهذا العمل، فبماذا تنصحني؟ إذا كانت تتزوج كافر لا تروح معه، لا تحضر. أما إذا كانت تبي تسلم وتزوج مسلم اذهب معها، ولو كان العقد في الكنيسة، إذا كان على كتاب الله وسنة رسوله، ولو كان في الكنيسة. نعم.